بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد ثم اللسان ثم القلب، فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام الله ويجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب. وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم أن يتعهدوا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يستقيم الناس ويلزموا الحق ويقيموا عليه الحدود الشرعية ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض أو ينتهك محارم الله. وقد ثبت عن عثمان بن عفان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لهم حواريون، حواريون يعني أتباع من المؤمنين من أصحابهم، يناصرون الأنبياء في حياتهم ويتبعونهم بعد وفاتهم بنصرة دينهم وإقامة شرع الله عز وجل، وهم خلفاء الرسل من العلماء ومن الأمراء. خلفاء الرسل يكونون من العلماء من ناحية العلم، ومن الأمراء من ناحية السلطة، فيقومون بدين الأنبياء من بعدهم. ثم بعد كل ما طال الزمن بعد الأنبياء يحصل اختلاف ويحصل شر وتبذر بذور لأهل الشر، فالواجب على أتباع الأنبياء أن لا يستسلموا ويتركوا هؤلاء الأشرار يستطيلون ويغيرون دين الأنبياء، بل الواجب المجاهدة، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف نهي عن المنكر من الجهاد، من الجهاد. فالذي له سلطة يدفعهم باليد بالسلطة، يغير ويزيل الشر ويقيم الحدود تعزيرات على المخالفين، والذي ليس له سلطة وعنده علم كذلك ينكر المنكر بالعلم والبيان، النصيحة، تعليم، دعوة إلى الله عز وجل. والذي ليس عنده سلطة ولا عنده علم ينكر المنكر بقلبه، ينكر المنكر بقلبه ويكره المنكر وأهل المنكر ويبتعد عنهم. هذا موقف المسلمين عندما يحصل الاختلاف، عندما يحصل الاختلاف والنزاع والشرور والفتن، أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح لا يسكتون ولا يستسلمون، يسمحون للشر ينتشر، بل يقاومونه كل بجهده بيده بلسانه بقلبه. نعم. هذا الواجب في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
قال: وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويروى عن عمر رضي الله عنه أيضا. نعم، هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه صحيح، إن الله يزع يعني يدفع، يزع يعني يدفع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن فيه موعظة وفيه تذكير وفيه بيان، لكن لابد من سلطان ينفذ، لابد من سلطان ينفذ ما في القرآن. أما وجود القرآن فقط من غير سلطان ومن غير دعوة ومن غير أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود القرآن ما يكفي. ما نفعت التوراة والإنجيل في بني إسرائيل لما لم يكن هناك سلطان ينفذ؟ فلا بد من السلطان، لا بد من ولي الأمر، والسلطان لا يحصل إلا بسمع وطاع، ولا تقوم الجماعة إلا بسلطان يحكمها يقودها يحميها. لا بد من وجود السلطان، يدفع الله به وبوجوده ما لا يدفع بوجود القرآن وحده. نعم، وهذا صحيح. فكثير من الناس لو جئته بكل آية لم يمتثل. هذا الكلام من عثمان رضي الله عنه كلام صحيح، أن الله يزع بالسلطان وولي الأمر ما لا يزع بالقرآن من غير ولي أمر. نعم، من اللي نفذ القرآن؟ من هو اللي نفذه إلا السلطان؟ نعم. لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن وترك باطله. من الناس من لا تؤثر فيه النصيحة ولا الموعظة ولا يقبل، إذن يتدخل السلطان فيضرب يقتل ويعزر المخالفين، حينئذ يحصل المقصود من القرآن. لا بد من سلطان. الله جل وعلا قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا، شوف، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد، انتبهوا، وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. فالكتاب والعدل والميزان هذا لمن يقبل النصيحة ويقبل التوجيه ويخاف من الله عز وجل. أما من لا يقبل هذا لابد من الحديد، لابد من الحديد، لابد من السيف، لابد من التنفيذ. ومن الذي يقوم بهذا إلا السلطان؟ نعم. أذعن وترك باطله. لماذا؟ لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده. ووازع السلطان له شأن عظيم. نعم، لابد من السلطان الذي يوقف المجرمين عند حدهم، وأصحاب الشهوات يوقفهم عند حدهم لإقامة الشرع فيهم. من يستطيع ينفذ ما في القرآن وما في السنة إلا أهل السلطة. الناس على قسمين: قسم تنفع فيه الموعظة والتخويف ويقبل هذا، وهم قليل، والأكثر لا يقبلون النصيحة، يتبعون أهواءهم وأغراضهم وشهواتهم، لا يقبلون النصيحة. هؤلاء ما لهم إلا الحديد، ما لهم إلا السلطة التي تردعهم وتوقفهم عند حدهم. نعم. ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات. نعم، الله جل وعلا مع أنه رحيم، رؤوف رحيم، لكنه عزيز قوي، فالرحمة في موضعها والقوة في موضعها، لا بد من هذا. لذلك شرع الله العقوبات
القوية على الجرائم، القصاص في القتلى، الحد في الزنا بالرجم أو بالجلد، قطع يد السارق، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، جلد الذي القاذف الذي يقذف المؤمنات. هذه حدود هي في النظر إليها قوية لكنها مناسبة لهذه الجرائم، وهي رحمة من الله عز وجل لعباده. إذا أقيمت ارتدع أهل الإجرام وأهل الشر، وإذا لم تقم تسلط أهل الشر وتجرعوا وذل أهل الخير. لا بد من السلطان الذي ينفذ هذه الحدود على من يستحقها، وهي صلاح وإصلاح. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. ولكم في القصاص، القصاص قتل وموت، ومع هذا قال ولكم في القصاص حياة. القصاص حياة، نعم حياة، لأنه إذا اقتص من القاتل حيت نفوس كثيرة وامتنع القتل، حصلت الحياة للناس. نعم، لأنها تردع عن الباطل وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم بها الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها وأن يعينوا من يقيمها وأن يلاحظوا الناس. يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا الحدود، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالعاصي والمجرم يردع بإقامة الحدود الشرعية عليه، وهذا رحمة، رحمة حتى للمجرم يرتدع عن إجرامه ويتوب من ذنبه إذا ذاق العقوبة، يصلح حاله، يستقيم. فهي مصلحة للجميع، لمن أقيمت عليه ولبقية المسلمين. نعم، وأن يلاحظوا الناس ويلزموهم بالحق ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا وينقادوا مع تيار الباطل ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا. هذا الواجب على ولاة الأمور، أن يقيموا الحدود والتعزيرات والعقوبات الشرعية على من يستحقها، لأجل أن تقاوم الشرور والمنكرات وينتشر الصلاح والإصلاح بين الناس. وإلا إذا حصل هذا نجا الجميع، نجا الجميع، سلم المجتمع. وإذا أهمل هذا أو تسهل فيه هلك الجميع، الصالح والطالح. مثل السفينة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بها، القائم على حدود الله والواقع فيها. نعم، مثل أصحاب السفينة. نعم، المرتبة الثالثة، إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب. نعم، يكره المنكر بقلبه ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله. ما يكفي أنه يكره المنكر ويبغض المنكر، ما يكفي هذا، لابد من اعتزال أهل المنكر وعدم مجالستهم والابتعاد عنه. نعم، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له رضي الله عنه هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. نعم، فالمدار على القلب، هو الأساس على القلب، أن يكون فيه كراهة للمنكر ومحبة للمعروف. ينشأ عن هذا الفعل، ينشأ عن هذا الفعل، لأن تترك تغادر مكان المنكرات ولا تجالس أهلها. أن تنكر بلسانك، تنصح، تبلغ، تدعو إلى الله، تبين. وإذا كان لك يد سلطة تنكر بالسلطة، تمنع هذا الشيء، تعاقب عليه. نعم، قال هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، فلا بد يا أخي
أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين. أي بماذا تعرف المعروف منكر المنكر؟ بالتعلم، تتعلم العلم الشرعي حتى تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. أما بدون علم تلتبس عليك الأمور فتظن المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذا لم يكن عندك علم لابد من تعلم العلم الشرعي. نعم. ولا بد أن تعرف المنكر بذلك ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرا، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه. يعني ما يتم الأمر بالمعروف، ما يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بمعرفة ما هو المعروف وما هو المنكر. فإذا لم تعرف ما هو المعروف وما هو المنكر فإنك تخلط بين الأمور، أو تنكر ما هو من المعروف، أو تأمر بما هو من المنكر بالجهل. لابد من العلم، لابد يتعلم الإنسان، ولا تكفي الغيرة، ما تكفي الغيرة بدون ما بدون علم وبصيرة. لهذا قال جل وعلا: أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم، هو بغيرة فقط وحماس فقط. نعم. كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه، يعني يفهمه الدين ويعرفه بأحكام الدين. فهذا فيه مدح للفقهاء الذين يعرفون ما هو المعروف وما هو المنكر، وأن الله أراد بهم خيرا. وبمفهوم الحديث أن من لم يتفقه الدين فإن الله أراد به شرا. نعم. فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فيه فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا. إذا رأيت الرجل يحرص على تعلم العلم ويأخذه أين وجده، المحاضرات، في الدروس، في الخطب، في قراءة الكتب النافعة، هذه علامة خير فيه. وإذا رأيت الرجل الجافي الذي لا يحضر الدروس ولا يحضر المحاضرات الدينية ولا يحضر خطبة الجمعة والعيدين ولا يحرص على تتبع الخير، فاعلم أن الله أراد به شرا. نعم. فإذا رأيت، قال: فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فيه فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا. من أهم المهمات في التعلم السؤال. السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل إذا أشكل عليك شيء، ولا تأخذ برأيك وفكرك، وإنما تسأل. ولا تسأل كل أحد، ما تسأل كل أحد، كل من ينتسب إلى العلم وكل، لا، اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر وهم أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. نعم. فليلزم ذلك وليجتهد ولا يمل ولا يضعف. وليجتهد ولا يمل من طلب العلم، لأنه في خير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا تسأم، ولا شك إن طلب العلم أنه صعب وشاق، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى طول مدة. أما الملول اللي ما يأخذ العلم بساعة ولا بدقيقة ويمشي، هذا ما يحصل شيء، يحتاج صبر، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى اختيار العلماء الذين يستفيد منهم دينا قبل كل شيء، يستفيد منهم الدين قبل كل شيء ثم يستفيد منهم العلم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا يشمل السفر إلى العلماء، ويشمل
الحفظ الذي يقصد منه الفهم، يقصد منه الفهم، فيحفظ النصوص أولا ثم يقرأها على أهل العلم ليشرحوها له وهو قد حفظها، فيجتمع عنده لفظها ومعناها. ما يكفي لفظها، يحفظ لفظها فقط، لا، يفهم معناها أيضا، وهذا على أهل العلم. فكونه مثلا يحفظ ليقرأ على أهل العلم، كونه يكتب، كونه يسأل، كل هذا من طرق العلم التي يسلكها الإنسان حتى وهو جالس وقد سلك طريقا يلتمس فيه علما. ما دام جالس ويشتغل بالتعلم فإنه يسلك طريق العلم ويفتح الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله. نعم. ومن أسباب النجاة والدلائل على الخير، ويكون بحضور حلقات العلم، ويكون بمراجعة الكتب المفيدة. بماذا يكون طلب العلم؟ انتبهوا، بماذا يحصل العلم؟ بماذا يكون؟ لأنه التبس الأمر على الناس اليوم، صاروا يأخذون العلم عن الكتب، والكتب فيها ما هو صحيح وفيها ما هو غير صحيح، حتى الصحيح قد لا يفهمه، ما يفهمه الإنسان بدون معلم. ومنهم من يأخذ العلم عن الفضائيات، هذه أخطر، لأنها يدخلها من هب ودب من أهل الضلال وأهل الجهل، وأهل يتكلمون في مسائل العلم بغير علم والعياذ بالله. ومنهم من يأخذ العلم عن الإنترنت وعن تسجيلات في الأشرطة، هذا كله ما يكفي، ما يكفي هذا العلم، ما يؤخذ إلا عن أهله، ما يؤخذ إلا عن العلماء، تحمل العلم بالتحمل والرواية، ما هو بالقراءة فقط. نعم. ويكون بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان ممن يفهمها، بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان، انتبه لهذا الشرط، ممن يفهمها. أما اللي ما يفهمها مشكلة، لا يضيع. نعم. ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم، كل ذلك من الطرق المفيدة، كل ذلك من الطرق المفيدة التي من سلكها سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. نعم. ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم، وهو الأصل في العلم، فالقرآن رأس كل علم، رأس كل علم، وهو الأساس العظيم، وهو حبل الله المتين، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائد إلى الخير، وأعظم ناه عن الشر. فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، والحرص على حفظه أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل، ففيه الهدى والنور، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نعنى بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتفقها وعملا وسؤالا عما أشكل. نعم. أساس العلم ومنبع العلم هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، فلا بد من تلاوته، لا بد من حفظه أولا، حفظه إن أمكن، أو حفظ ما تيسر منه، والإكثار من تلاوته حفظا أو من قراءة من المصحف، هو لازم الحفظ، تقرأ من المصحف لا بأس. وهذا لا يكفي، التلاوة وكثرة التلاوة ما تكفي، بل لا بد من التدبر لمعانيه والرجوع إلى التفسير الصحيح من الكتب الصحيحة وعلى يد المفسرين الثقات، وتفسير كما هو معروف، التفسير له أربع مصادر:
المصدر الأول القرآن نفسه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فيه المحكم وفيه المتشابه وفيه العام وفيه الخاص وفيه المطلق وفيه المقيد فيفسر بعضه بعضا. هذا ما يعرفه إلا العلماء، تفسير القرآن بالقرآن ما يعرفه إلا العلماء. الأمر الثاني مما يفسر القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاديث الصحيح، لأن الله أمر الرسول أن يبين للناس، أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، وقد بينه صلى الله عليه وسلم للناس، بين عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة، فسر القرآن. الأمر الثالث تفسير الصحابة رضي الله عنهم، بعد السنة تفسير الصحابة، لأنهم أخذوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذوا معانيه وتفسيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بتفسير الصحابي. الأمر الرابع تفسير التابعين، لأنهم تلاميذ الصحابة، فهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يرجع في تفسير القرآن إذا لم يوجد في القرآن تفسير، ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، وين يرجع؟ إلى اللغة العربية. لازم تدرس اللغة العربية، تدرس اللغة العربية، هذا من الدين، تدرس النحو، تدرس البلاغة، تدرس علم البيان والبديع، هذا تدرس مفردات اللغة، مفردات اللغة ومعانيها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا لم تجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، ارجع إلى معنى هذه اللفظة في اللغة العربية، يفسرها اللغة العربية. أما أن يؤخذ القرآن من الفكر، أو يؤخذ القرآن مما يسمونها الإعجاز العلمي اللي يبي يدخلونه في تفسير القرآن، يفسرون القرآن بالمخترعات الحديثة أو بالنظريات، هذا لا، هذا غلط، هذا ليس من أقسام التفسير. والنظريات تختلف، أحياناً تكون النظرية عند الناس صحيحة، تجي نظرية ثانية تبطلها، لأنها من عمل الناس، عمل الناس قابل للأخذ والرد. فلا يفسر القرآن بالنظريات الطب أو نظريات المفكرين أو ما أشبه ذلك، هذا غلط. هذه مصادر التفسير الصحيحة، هل خمسة فقط؟ لا تخرج عنها إلى ما يقولون الآن الإعجاز العلمي. منين صار علمي؟ العلمي هو ما دل عليه الكتاب والسنة، ما هو العلمي كلام الناس. ارجع إلى هذه الأصول، وهذا هو الذي بنى عليه المفسرون القدامى، القدامى هم اللي ساروا على هالخمسة، تجد ابن جرير الطبري يمشي على هذه الخمسة، تجد ابن كثير يمشي على هذه الخمسة، تجد البغوي يمشي على هذه الخمسة في تفسير القرآن الكريم، تجد بعد ذلك من توسع في اللغة، اللغة كما قلنا لا بأس تفسر القرآن، لكن المرحلة الأخيرة هي المرحلة الأخيرة. فهذه معاني أو أصول التفسير لكتاب الله. ثم لا يكفي بعد ذلك أن تقرأ القرآن وتفهم تفسيره، ما يكفي هذا، لابد من العمل، لابد من العمل، لأن كل المراحل الأولى كلها وسائل، وهذه هي الغاية، العمل بالقرآن هو الغاية وهو المطلوب. ولن تستطيع أن تعمل بالقرآن على الوجه المشروع إلا إذا عرفت تفسيره، عرفت تفسيره ومعانيه على الوجه الصحيح، تستطيع أن تعمل به العمل الصحيح. نعم، يحتاج هذا إلى عناية، يحتاج إلى عناية في كتاب الله عز وجل، هو المصدر الأول. نعم، حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا، لا بد من هذا.
نعم. وإلا فيه من يقرأ القرآن ما شاء الله يجيده إجادة بالتجويد وبالعربية لكن لا يعمل به. وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. يقيمونه في الحديث يقيمونه إقامة السهم، يتقنون التلاوة لكن ما يعملون به ولا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم، ما يدخل إلى قلوبهم، إنما يحترفون التلاوة ويصيرون قراء ويقرؤون في المحافل ويتعجب الناس من أصواتهم لكن ليسوا من أهل القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، نسأل الله العافية. ينبغي معرفة هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني وهي الأصل الثاني. أي نعم. بعد ما يتعلم القرآن يتعلم السنة، لأنها السنة مفسرة للقرآن وهي الوحي الثاني بعد القرآن. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل على أن السنة وحي من الله وليست من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة. نعم. وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه. نعم. فعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعنى بذلك حسب طاقته وحسب علمه بالحفظ والمراجعة، كحفظ الأربعين، كحفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب 50 حديثا. الأربعين النووية وتكملتها 50 حديث لابن رجب، هذه فيها تتناول التوحيد والعقيدة وتناول الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان الإسلام، وتتناول الأخلاق، الصدق، الحث على الصدق والنهي عن الكذب وبيان الأخلاق الطيبة، كل هذا موجود في الأربعين النووية، هي حافلة بالعلم يحفظها الإنسان. مع الأسف كانت مقررة في الابتدائي، كانت الأربعين مقررة في الابتدائي يحفظها الطلاب، ما يتخرجون إلا وهم يحفظونها، يحفظون الأربعين النووية، حفظناها. كذلك يحفظوننا 3 أصول، يحفظوننا آداب المشي للصلاة، الفقه، يحفظوننا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يحفظوننا كشف الشبهات، كل هذا في الابتداء. أنا خابر الآن دوره في الابتداء ما هم موجود، جاءوا التربويون، جاء التربويون اللي يسمونهم التربويون الغربيون، تولوا التدريس فمسخوا كل هذه الأمور، مسخوا كل هذه الأمور، وإن بقي شيء فهو اسم لا حقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن يعاد التعليم كما كان ينشأ عليه شباب الأمة. نعم. وهي من وهي من أجمع الأحاديث وأنفعها، وهي من جوامع الكلم، يعني الأربعين، الأربعين النووية. نعم. فينبغي حفظها وشرحها للرجل. أعظم شرح لها وأنفع شرح لها شرح ابن رجب جامع العلوم والحكم، هذا أعظم شرح للأربعين. نعم. وهي من جوامع الكلم فينبغي حفظها للرجل والمرأة. نعم. ومن ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام ألفها الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي رحمه الله، أخذها من الصحيحين، أخذ حديثها من الصحيحين. نعم. على أبواب الفقه، صنفها على أبواب الفقه. نعم. كتاب جمع 400 حديث وزيادة يسيرة، يعني عمدة الأحكام. نعم. يسيرة من أصح الأحاديث في أبواب العلم. نعم. فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة. نعم. وهكذا بلوغ المرام للحافظ، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر من أدلة الأحكام على أبواب الفقه أيضا، لكن ما هم مثل العمدة، العمدة مقتصرة على الصحيحين،
أما بلوغ المرام ففيه من الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف في البلوغ، فهو جمعه على أبواب الفقه أيضا. نعم، وهو أشمل من العمدة، وأكثر حديث من العمدة وأشمل، لكن لم يلتزم بالصحيحين. نعم. كتاب عظيم مختصر ومفيد محرر، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم. أي نعم، مو سهل حفظه، سهل ما هو صعب. نعم. ومما يتعلق بكتب العقيدة كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. نعم، كتاب التوحيد كما تعلمون على أبواب العقيدة كتاب حافل بالنصوص من القرآن والسنة وأقوال السلف، وليس هو من كلام الشيخ، وإنما هو آية أو حديث أو كلام السلف الصالح رحمهم الله في كل باب، وله شروح أعظمها وأحسنها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمهم الله، هذا أحسن شروح كتاب التوحيد. بعده كشف الشبهات، لأن كتاب التوحيد ودعوة الشيخ أوردوا عليها شبهات، القبوريون والصوفية أوردوا عليها شبهات، قام الشيخ رحمه الله ورد هذه الشبهات ونقضها. فالذي يحفظ هذين الكتابين كتاب التوحيد وكشف الشبهات يكون عنده حصيلة علمية في العقيدة جيدة من الكتاب والسنة، مو كلام فلان ولا فلان، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، هذا الموجود. نعم. ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية. كتاب العقيدة التوحيد، كتاب التوحيد وكشف الشبهات خاصان بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية فقط. العقيدة الواسطية شاملة لكل أبواب العقيدة، رسالة مختصرة شاملة لكل أبواب العقيدة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان أبواب العقيدة الأخرى، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ما يجب للصحابة من المحبة والمناصرة لهم والدفاع عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجب عند اختلاف الناس، ما يجب على الإنسان أن يسير على منهج أهل السنة ويتمسك ويترك المخالفين، كل هذا موجود في العقيدة الواسطية، موجود في العقيدة الواسطية. الجهاد موجود في العقيدة، وكيف يكون ومتى يشرع موجود في العقيدة الواسطية، كل أبواب العقيدة موجودة في العقيدة الواسطية باختصار. نعم. وكانت مقررة في الابتدائي، أنا خبرة حفظناها في الابتدائي والآن دورها. نعم. لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ابن تيمية رحمه الله. نعم. فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة. نعم. في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. كتاب الإيمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يورد الآيات والأحاديث الواردة في الإيمان ودرجاته وأنواعه ونواقض الإيمان نعم. كتاب عظيم جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظ ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباهها، أو على الأقل يقرأها ويكرر قراءتها، إذا لم يحفظها يقرأها بتمعن ويكرر قراءتها وقراءة سروحها يستفيد بإذن الله. نعم. مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه. نعم. أو ما تيسر منه كما تقدم. نعم. ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير والعلم. نعم. عما أشكل عليه
نعم، وسأل ربه التوفيق والإعانة. يقرأ هذه الكتب على العلماء حتى يعرف معانيها ويعرف ما يقرأها فقط، لابد من أخذها عن العلماء. نعم. ولا يضعف ولا يكسل، ويحفظ وقته ويجعله أجزاء، جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه، وجزء لحاجته مع أهله، وجزء لصلاته وعبادته وأنواع الذكر والدعاء، ومما يفيد طالب العلم. نعم، الإنسان المسلم يجزئ وقته، يجعل شيء لحفظ القرآن وتلاوته وتدبره، وجزء لحفظ الأحاديث، وجزء لسؤال أهل العلم وحضور مجالس الذكر، وجزء مع أهله وأهل بيته وإصلاح شؤونهم وقضاء حوائجهم، وجزء للراحة، للراحة بدنه، وجزء لقيام الليل، ويجزئ وقته، ما ينهمك مع بعض الأشياء ويترك الأشياء الأخرى، ما يترك، ما يخلي كل وقته لدراسة القرآن ويخلي السنة النبوية، ما يشتغل بالصلاة وصلاة الليل والصيام ويترك أهله ويضيع أهله وأولاده، ما يعتني بالحفظ دون الفهم والتدبر، لا بد أنه يجزي وقته شيئا فشيئا، ويعطي لنفسه راحة أيضا، لأنها مثل الراحلة إذا لم ترحها فإنها تنقطع، فلا بد أنك تعطي نفسك، إن لنفسك عليك حقا، تعطيها راحة، تعطيها شيء من المتعة، تعطيها شيء من الأكل والشرب من الطيبات، لا تحرمها، لا تصوم دائما ولا تفطر دائما، صم وأفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم، ولا تقوم الليل كله ولا تنام، نم، الرسول كان ينام أول الليل بعد العشاء ينام ويقوم من آخر الليل، لا تقوم كل الليل أو تنام كل الليل، لا، صل ونم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام. أما اللي يسهر الليل على القيل والقال واللهو واللعب والمرح وينام النهار عن الفرائض، هذا خاسر، هذا لو هو ميت كان أحسن له من حياته، لو هو ميت استراح، لكن كونه يحيا حياة يكتسب فيها الآثام والشرور والمعاصي هذه خسارة عليه. نعم. ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة، الاستماع لبرنامج نور على الدرب، فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم. نعم، برنامج نور على الدرب فيه فوائد عظيمة كما تعرفونه أكثر مني، وهو برنامج مفيد جدا، وأيضا الفتاوى فيه بإذن الله أنها يتحرى فيها الصواب، يغنيكم هذا عن الفضائيات وعن الفتاوى في الفضائيات والمواقع إلى آخره. نعم. لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة. نعم. لجماعة، فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم، لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم. نعم. فينبغي العناية بهذا البرنامج واستماع ما فيه من فائدة. يعني ما هو القصد الإجابة على السؤال فقط، القصد من الذي يجيب، تعرف من هو الذي يجيب وما علمه وما دينه وتقواه، هذا هو المهم. نعم. فينبغي العناية بهذا البرنامج واستماع ما فيه من فائدة، وهو يذاع مرتين في كل ليلة، في كل ليلة بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام والساعة 9:30. حذف من نداء الإسلام مع الأسف، حذف من نداء الإسلام مع الأسف، لعله يرد إن شاء الله، لعله يرد إليه، لأن فائدته في نداء الإسلام يمكن أكثر من فائدته في إذاعة القرآن، لأن نداء الإسلام يمتد للعالم الإسلامي أوسع، يستمع الناس إليه لأن اسمه نداء الإسلام، فكيف يحذف من نور على الدرب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. والساعة 9:30 من إذاعة القرآن الكريم. نعم. يجوز الساعة 12. يكفي. نعم. ومما يتعلق؟ يكفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نعم. هذا سائل يقول. نعم. اقرأ عد الأسئلة. نعم. أحسن أسئلة. نعم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم: كثير من المنكرات تصادفني وأحب أن أنكر على أصحابها باللسان، ولكن أتراجع عن الإنكار خشية إحراج مرتكبيها مع من يرافقونهم، وتصبح نصيحة بالعلم ترفض غالبا ولا يتقبلها أحد، فما توجيهكم حضرتك؟ هذا تخذيل من الشيطان، وأنك تتراجع عن إنكار المنكر بحسب استطاعتك، ولو بالنصيحة والبيان والكلام الحسن والطيب، لا تترك هذا، ولا تقول بناصح كل واحد على حدة وأستر، لا، بين لهم جميع، ما فيه محذور، هذا فيه مصلحة للجميع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يقوم بعض الإخوة بهدم الأضرحة والقبور في بعض الدول الإسلامية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا غلط كبير. الأضرحة ما يهدمها إلا السلطان ولي الأمر، ما يهدمها أفراد الناس، لأن هذا يحدث شرا وتعاد أحسن أو أتقن مما كان من قبل، فلا يجدي شيء، وربما يحدث فتنة ويحدث شر ويجر شر على أهل السنة. ما يهدم الأضرحة إلا ولاة الأمور، انتبهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل الهجرة، وكان على الكعبة نفسها 360 صنم، وعلى الصفا والمروة ما تعرف لها صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالبيت ويصلي ويدعو إلى الله، ولا تعرض الهدم الأصنام، وهو رسول الله، لأن ما له سلطة. فلما هاجر إلى المدينة وفتح الله مكة على يديه، أول شيء بدأ به ما هو هدم الأصنام، تكسير الأصنام، لما صار له سلطة وقوة، صار سلطان عليه الصلاة والسلام ولا أحد يعترض عليه، هدمه. فدل على أن هدم الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة من صلاحيات ولي الأمر المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في من يقول بأنه يأخذ علمه فقط من الكتاب والسنة، ولا يأخذ من العلماء محتجا بأن الرسول قد أكمل وأتم الدين؟ يا سبحان الله، الرسول أمر بطلب العلم على أهل العلم، الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسول قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال أنه يجلس في بيته ويقرأ الكتب، لازم يسلك الطريق، إما بالسفر، إما بالجلوس مع أهل العلم وحلق الذكر، طرق الدراسة، طرق العلم، ما هم من طرق العلم أنك تأخذ كتاب وتقرأه وتقول الكتاب هذا يكفيني وأنا فهمته وما أشبه ذلك، هذا غلط. نعم. وليس هذا من طرق طلب العلم. نعم. هذا أنت اللي أحدثته، ما هو من طرق طلب العلم. الكتاب تقرأه على العلماء، يسلونه لك ويبينونه، يبينون ما فيه من صحيح وغير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: لدينا مشكلة في حلقات التحفيظ في مسجدنا، وهي أن الإدارة ليست حازمة، مما يؤدي إلى حدوث فوضى في المسجد وعدم تنظيم له وعدم تعظيم له، هذا بالإضافة إلى أنهم يعارضوننا في بعض البرامج التي نقدمها لجميع الفئات، مع أنها تكون نافعة جدا في علوم الشريعة وغيرها. وأيضا إذا حدث موقف ما وتصرفنا فيه التصرف الذي يتطلبه الموقف، قاموا بافتعال المشكلة، وربما بإحراجنا ووصفنا بالتشدد والتعقيد، وبسبب أسلوبهم قل عدد المنتسبين في الحلقات. هل نطالب الإمام بتغيير الإدارة أم نصبر ونسكت وننتظر فرج الله
مع أننا على هذا الحال منذ 5 سنوات. حلق التحفيظ لها مرجع، حسب علمي أنها ترجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فإذا حصل عندكم إشكال فتراجعون وزارة الشؤون الإسلامية أو فرع الوزارة الموجود في البلد، تراجعون الفرع وهو يتصرف على حسب ما عنده من النظام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول ويتكلم في العلماء والمشايخ ويقول تعال بنا نغتب ساعة؟ نعم. يقول تعال بنا نغتب ساعة. يقول تعالوا بنا نغتب ساعة. نغتب ساعة. فإذا نصح في ذلك قال هذا من باب إنكار المنكر والجهل. الغيبة حرام، الغيبة حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا في عموم الناس، فكيف بالعلماء؟ لا يجوز اغتياب العلماء. وقول بعض السلف نغتب ساعة، هذا رواة الحديث، رواة الحديث يقرؤون سير الرواة ويشوفون الراوية الصالح الحافظ المتقن من الضعيف من غير الحافظ، يعني هذا لأجل حفظ السنة من الدخيل ومن هذا. معنى نغتب ساعة يعني نجلس نتذاكر أحوال الرواة، رواة هذا الحديث، من أجل أن نعرف من هو المتقن من غيره. أما اغتياب سائر الناس هذا ما هو، هذه غيبة محرمة، لا تجوز أبدا، وغيبة العلماء أشد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: لو كان هناك رأيان في المسألة وكلاهما معتبر عند أهل العلم. ما يمكن يصير رأيان متخالفان يصير معتبرين عند أهل العلم أبدا، ما يؤخذ إلا ما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنة من القولين أو الأقوال. نعم. هل أنكر عليه وألزمه بما اتبعته أنا في هذه المسألة؟ ما هو بما اتبعته، تلزمه بما يدل عليه الدليل معك ولا معه، إن كان الدليل معه ترجع معه، وإن كان الدليل معك هو يرجع معه، تبع الدليل ما هو بتبع رأي فلان ولا قول فلان. نعم. وهذا سائل يقول: ولدي في 25 من عمره كان طالب علم مبتدئ، ثم ترك العلم وذهب يعمل، ثم حلق لحيته وتعاطى الدخان، فطردته من البيت وهجرته، هل عملي هذا صحيح؟ نعم، إذا كان يستطيع يستقل بنفسه ويعيش وهو لا يمتثل النصيحة اطرده، أما إذا كان ما يستطيع يعيش يمكن يضيع أكثر ويفسد أكثر، فأنت تبقيه عندك في البيت وتراقبه وتنصحه وتواصل معه النصيحة، ولا تيأس من الهداية بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ماذا يجب على من يرى بعض الكبائر ترتكب في بلد لا يحكم بشرع الإسلام؟ حسب الاستطاعة، تقول الله ما استطعت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، حسب استطاعتك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لي بيع شيء مما أملك من الذهب دون علم والدي ووالدتي، لأنني جدا محتاجة وأستحي أن أطلب منهم؟ هذا ملكك، حليك ملك لك، يجوز أن تتصرفي فيه كيف تشائين، ولا يعترض عليك أحد في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدعو الله تعالى وأقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس؟ لا، اسأل الله السلامة يا أخي، مش تصدق بعرضك، تصدق بالمال، تصدق بالأجر، تصدق بمال، أما عرضك لا تصدق به ولا تسمح لحد تكلم فيه. نعم. وهذا سائل يقول: بعد دفن الميت ما حكم رفع اليدين بالدعاء واستقبال القبلة وإلقاء المواعظ؟ أما الدعاء للميت بالمغفرة بعد دفنه ورفع اليدين في ذلك، هذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبعد ما يفرغ من دفنه يقوم
المسلمون على قبره ويدعون الله له. ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين: ولا تقم على قبره، فدل على أن المؤمن يقام على قبره بعد الدفن ويدعى له بالمغفرة والتثبيت عند سؤال الملكين. وأما الموعظة فهذا لم يرد إلا مرة واحدة لسبب، فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد القبر لم ينتهي إعداده فجلس، وجلس حوله أصحابه فوعظهم وذكره. أما المداومة على هذا فليس سنة، ولم يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما فعله مرة لسبب. إذا وجد مثل هذا السبب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول اقرأ سؤالي على الشيخ وإلا دعوت عليك؟ خلوه يدعو عليك. نعم. أحسن الله إليكم، عادل دعا عليك يصير مستجاب، هذا عدوان في الدعاء. نعم. هذا سائل يقول: هل الشرك والكفر والنفاق لها معنى واحد، أم مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ الشرك إيش؟ هل الشرك والكفر والنفاق؟ الشرك هو عبادة الله وعبادة غيره معه، هذا الشرك. أما الكفر فهو الكفر بالله، لا يعبد الله، يكفر بالله، يعبد غير الله والأصنام ولا يعبد الله، هذا كافر. في فرق بين الشرك والكفر، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. نعم. قد يكون ملحد لا يؤمن بالله أصلا، أما المشرك فهو يؤمن بالله لكن يشرك معه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أما الكافر هذا يجحد وجود الله، يجحد وجود الخالق، يقول الأمر للطبيعة وليس هناك خالق، تعالى الله عما يقولون. هذا يمكن في العقل أن يكون هناك خلق بدون خالق، يكون هناك فعل بدون فاعل، لما يقوله عاقل. نعم. والنفاق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا النفاق الأكبر الاعتقادي. أما النفاق الأصغر فهو يصدر من بعض المؤمنين، يكون عنده كذب يكذب، يكون عنده يعني إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذه من خصال المنافقين، لكن صاحبها لا يكون منافقا خالصا، يكون فيه خصلة من النفاق، مؤمنا يكون مؤمنا فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. يقول في سؤاله: هل يكون الشرك والكفر والنفاق إذا اجتمع كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ لا وش يجيب هذا تضادان. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: رجل طلق زوجته قبل 4 أيام طلقة واحدة، هل يجوز له أن يراجعها الآن أو عندما تنتهي العدة أو قبل انتهاء العدة؟ يذهب إلى المحكمة الشرعية ويسأل القاضي، يشوف الطلاق إيش نوعه وإيش أسبابه، يحضر الزوجة ويسألها وإيش اللي صاير، لا بد من هذا، المسألة على طول. نعم. وهذا سائل يقول: إذا كانت مكتبة المسجد فيها كتب لأهل البدع والضلال، فهل يجوز لي أخذها وإتلافها؟ كلم المسؤول عن المكتبة لإخراج هذه الكتب، أما أنت ما تتصرف فيها. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: والد النبي صلى الله عليه وسلم كان في جاهلية جهلاء، فلماذا لم يشمله العذر بالجهل؟ فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. لأن أهل الجاهلية بلغتهم دعوة الأنبياء، دعوة إبراهيم ودعوة الأنبياء بلغتهم، دعوة المسيح، أكثرهم نصارى وفيهم يهود، وفيهم بلغتهم دعوة الأنبياء فقامت عليهم الحجة. نعم. وهذا سائل يقول: هل القول بصحة تزويج الخال صحيح؟ وما هو دليل القائلين بذلك؟ إيش؟ هل القول بصحة تزويج الخال صحيح؟
وما هو دليل يعني كون الخالي تولى العقد يصير ولي؟ لا، الولي هو العاصب، العصبة، الولاة في العقد هم العصبة، الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. الأخ لأم ما يدخل، ما له ولاية لأنه من ذوي الأرحام. الخال ما يدخل لأنه من ذوي الأرحام، فلا يصح عقد الخال ولا عقد الأخ لأم ولا عقد الجد لأم، ما يدخل أيضا لأنه من ذوي الأرحام. ما يكون الوالي إلا من العصبة. نعم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الذنوب والسيئات؟ هي الذنوب هي السيئات، ما بينها فرق. نعم. وهذا سائل يقول: ما المقصود بأن بني إسرائيل كانت فتنتهم في النساء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. إيش؟ ما المقصود بأن بني إسرائيل كانت فتنتهم في النساء؟ فقال النبي: المقصود أننا نأخذ على يد النساء، ما نتركهن يعملن ما يشاء. الرجال قوامون على النساء، يقوم على المرأة ويحفظها من تبرج، من الخروج، من السفر بدون محرم، من لأنه قيم عليها، يحفظها ولا يهملها، يعطيها الحرية كما يقولون. هذه ما هي بحرية، هذه رق، ما هي بحرية. الحرية بالإسلام وعبادة الله وحده وتجنب المحرمات، هذه الحرية. نعم. وهذا سائل يقول: هل عقيدة الخوارج سلفية في توحيد العبادة والأسماء والصفات؟ أخي لا تسأل عن هذا، وش تبي بالخوارج؟ عافاك الله منهم. الخوارج ضلال، وبعض العلماء يكفرهم، بعضهم يضللهم، ولا ندخل فيها الأمور هذه. نعم. أسأل عن عقيدة السلف إذا كنت تريد الخير وتريد، لا تسأل عن عقيدة الخوارج، أسأل عن عقيدة السلف لأجل أن تتبعها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ذهبت في شهر رمضان إلى العمرة، وعندما انتهيت لم أقصر شعري، إنما قطعت شعرة واحدة بيدي، ثم لبست النقاب، فماذا علي؟ يعني ولا تسألين إلا بعد سنة وبعد سنين. مفروض أنك سألتي في الحال، ما تكفي الشعرة، تجمع شعرها وتقص من رؤوسه قدر أنملة، ما يكفي شعرة واحدة. فأنت لم تقصري إلى الآن، لم تقصري إلى الآن، واجب عليك تقصير الآن من جميع من رؤوس الشعر على قدر أنملة. وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة عليك فدية، تذبحين فدية في مكة وتوزعينها على الفقراء. وإذا ما حصل جماع الحمد لله، العمرة تتم وأتيت بالنسك. نعم، ولو بعد مدة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في بلدتنا مسجد صغير تقام فيه الجمعة، ولكن يبعد عنا كيلومتر، والآن نريد بناء جامع كبير وسط البلدة، وسيغلق المسجد الصغير، فهل علينا إثم علما بأننا في بلدة صغيرة؟ ما هو بالأمر لكم يا أخي، تأسيس الجوامع يرجع فيه إلى المحاكم، إلى الإفتاء، لازم من أخذ إذن شرعي من المحكمة الشرعية، أو إذا لم تقم المحكمة بذلك إلى دار الإفتاء ينظر فيه، كونوا لجنة وينظرون في الواقع وينظرون في المبررات والأسباب. هذا المسألة كل من بغى يأسس جامع، لا، هذه فوضى. نعم. وهذا سائل يقول: إذا استيقظ الرجل من النوم في آخر وقت العصر ولم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ يبادر بصلاة الظهر أولا ثم يصلي العصر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في ليلة الاثنين، نعم، يقول: هل يستوي من استعان بالساحر في الإثم مع الساحر، أم يختلفان في الحكم الشرعي؟ لا يجوز، هذا كفر. استعان بالسحر والسحرة هذا كفر. من أتى كاهنا أو عرافا، والكاهن يدخل فيه الساحر ويدخل في العراف، اسم يشمل. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله
عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. في الحديث الآخر في السنن: من أتى كائنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فليذهب إلى الساحر ويسأله ويأخذ بقوله يكفر بذلك، لأنه صدق الساحر وعمل بالسحر، نسأل الله العافية. نعم. وهذا سائل يقول: الثورات التي تحصل هل هي من الفتن؟ فبعض العلماء يؤيدها. إيش؟ يقول هذا السائل: الثورات التي تحصل هل هي من الفتن؟ فبعض العلماء يؤيدها. من أشد الفتن، الثورات من أشد الفتن، لا تجوز الثورات على ولاة الأمور، لا تجوز، لأن تجر شر أكثر من ما يحصل فيها مما يظنون من المنافع، وفيها معصية لولي الأمر المسلم، خروج على السلطان المسلم هذا حرام ولا يجوز، يستحق القتل. إذا من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، لا تجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين والثورات، ما يجوز هذا، يصبر عليه وعلى ظلمه وعلى جوره ما دام أنه مسلم لم يخرج من الدين، يصبر عليه، لأن الصبر عليه أهون من المكاره التي تحصل بالخروج عليه وشق عصا الطاعة وسفك الدماء واختلال الأمن. أنتم تشوفون الثورات الآن وش جرت على الناس، ما جرت إلا الوبال ولم تنتج شيئا، إنما أنتجت أضرارا متلاحقة ولا يدرى ماذا تنتهي عليه، نسأل الله العافية. نعم. وهذا سائل يقول: يقول بعض طلبة العلم إن بردة البوصيري قد أنشدها السلف ولها معان صحيحة. هذا ما هو كلام طيب، هذا كلام باطل. البردة شرك، شرك بالله عز وجل صريح، ما أحد يدافع عنها إلا إما جاهل وإما ضال يقر الباطل والشرك والعياذ بالله. نعم. ويقول في سؤاله: وهل ينتفع بها من جهة البلاغة واللغة؟ ما ينتفع بها، هذه باطل، ولا به بلاغة ولا فيها لغة. إذا بغيت البلاغة واللغة رح للأشعار الأصيلة، المعلقات السبع، أشعار الشعراء في الجاهلية اللي عندهم فصاحة وعندهم بلاغة وعندهم لغة. أما هذا ما هو بلغوي ولا بليغ، ولا هذا خرافي، قال هذه القصيدة بالشرك والبدعة والغلو والعياذ بالله. نعم. فهي لا قيمة لها ويجب إتلافها. نعم. حفظكم الله، هل من كلمة جامعة في آخر هذه اللقاءات المباركة؟ نعم، نختم هذا بالوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى ومواصلة طلب العلم، مواصلة طلب العلم على العلماء أينما وجدوا وأينما وجدت الدورات والدروس والحلقات، والله يعينكم على هذا. ثم العمل بالعلم ونشر العلم، أن تعلم شيئا ينشره ويبينه للناس ويدعو إلى الله على بصيرة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.